أنا دلوقتي كنادي أهلي اللي بيمثل مصر ببحث عن صدارة المجموعة في المباراة القادمة، مباراة أو هي المباراة الأهم، هي المفتاح بتاع هذه البطولة أو مفتاح هذه البطولة بالكامل. وجهة نظري إن هي مباراة سان داونز القادمة، لأنه هذه المباراة القادمة بالنسبة للبطولة الأفريقية، يعني قبل ما أرجع للدوري، البطولة الأفريقية مباراة سان داونز مباراة صعبة جدا جدا زي ما حضراتكم عارفين. سان داونز في المباراة الأولى فاز على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، ولكن النادي الأهلي لو لعب بنفس الأداء اللي لعب بيه، بس إن هو يبقى معاه توفيق ويحرز أهداف، هنكسب هناك. لو بنفس الشكل، يعني لو المباراة الأولى اللي اتلعبت واتغلبنا هنا فيها 1-0 اتلعبت بنفس الشكل هناك، لا هنكسب، بس يبقى معانا التوفيق هنكسب، وهنكسب بعدد وافر من الأهداف. إيه يا عم إسلام اللي بتقوله ده؟ أيوه أنا مقتنع بفريقي كده. يعني أنا مقتنع إن يوم الثلاث لو المباراة دي اتلعبت إن شاء الله، إن أنا عندي فريق أي حد، أي 11 هيلعبوا، يعني لسه كنت بتكلم في هذا الأمر، إن أي 11 هيلعبوا يوم الثلاث هيبقى عندنا النادي الأهلي بيلعب في مثل هذه المباريات الكبيرة جدا، بتلاقي اللعيبة أو روح الفانيلا الحمراء بتطلع. مهما كان في إجهاد، ومهما كان في تعب، ومهما كان في كذا، ومهما كان في سفر بعد المباراة، ومهما كان فيه، ومهما كان فيه.